بكم مشاهدينا ومرة أخرى من حديث البلد. مهم إن نعرف إنه كل المجتمع إن لم يكن معظمه يعاني من مرض نفسي وعصبي خطير تغلغل في كل أسرة وكل بيت، وخاصة في غزة اللي تتمتع بجحيم لا يحتمل من الضغوط النفسية اللي طالت كل فرد وكل فئة. مصطلح تخصص له الدول الراقية الكثير من الإمكانات لمحاربته والقضاء عليه، لأنه بالضبط مثل الوباء اللي بينتشر في جسم الإنسان إلى أن يقضي عليه تماماً. الاكتئاب هو عبارة عن مرض نفسي قد يكون ناتج عن عوامل وراثية بالدرجة الأولى، بمعنى إذا كان حدا من العائلة عنده اضطراب نفسي مسبق قد يصاب به أحد أفراد العائلة فيما بعد. علميا هو عبارة عن خلل في المواصلات العصبية في الكيمياء الدماغ، قد تؤدي إلى حدوث أفكار غير منطقية أو مشاعر غير سليمة، طبعا متمثل في أكثر من ظاهرة اللي هو بين على الشخص مشاعر الحزن والتعاسة، فقدان في الدافعية، عدم الاهتمام بأوجه الحياة والعمل وإلى آخره. هو مرض عالمي يعتبر من أخطر الأمراض النفسية على مستوى العالم. يعني عند الرجال يصل إلى 15-20% من الرجال يصابوا بالاكتئاب، عند السيدات أكثر من 15-25% أو 30% يصابوا بظاهرة الاكتئاب. مرتبط أكثر في الظروف الاجتماعية، بما أن وضع غزة العام يدفع يعني لهذه الظواهر بشكل أكبر. عشان كده ممكن يكون ظاهر أكثر في المجتمع الفلسطيني في مؤخرا، ظهرت اللي هي المشاكل الاقتصادية والبطالة والحصار والانقسام، كلها بتكون أسباب لظهور الاكتئاب. شو معنى هالكلام؟ معناه إنه كل من يواجه مشكلات وضغوط تؤثر على نفسيته في الحياة هو مكتئب بدرجات ومضطرب بدرجات. الخريج اللي مش لاقي عمل بعد التخرج، العامل المرتبط حياته ورزقه بكيس الأسمنت، المرتبط بالمزاج الإسرائيلي، الصياد الذاهب إلى الموت وقد لا يعود، المريض اللي مش قادر يطلع للعلاج بسبب المعابر المغلقة، البنت اللي وصلت إلى سن 30 بدون زواج لعدم قدرة الشباب، والمبدع اللي مش عارف يحقق حلمه بسبب نقص الإمكانات وعدم قدرته على السفر. غزة مصنع الاكتئاب والاضطراب النفسي. هل هي حقيقة إنه معظم فئات شعبنا الفلسطيني تعاني مرض الاكتئاب؟ رؤية علمية وتخصصية، وما هو الدليل؟ العوامل البيئية والاجتماعية تؤثر بدرجة كبيرة على زيادة منسوب الاكتئاب، بمعنى أنه حدوث خلل في البنية الاجتماعية، مثلا اللي هو الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، حالات الطلاق والانفصال والمشاعر والعواطف، الحصار قد يكون داعي لهذا. الدول المتقدمة تحارب هذا المرض النفسي كما تحارب السرطان والكوارث، لأنها تدرك أنه كارثة وتتخذ الإجراءات الوقائية لعدم انتشاره أو حتى ظهوره في المدارس، في البيوت، في المؤسسات، وأيضاً في الشوارع. شو اللي عم تعمله هاي الدول في محاربة الاكتئاب ولماذا؟ الدول المتقدمة تعاملها مع الأمراض النفسية ككل يعني أخف حدة بالمقارنة مع الدول النامية. لا زال عندنا اللي هي الوصمة النفسية، إنه صعوبة التردد على الأخصائيين النفسيين أو التعامل معهم خشية من إنه ينوسم الفرد أو الشخص بالمرض النفسي. لكن في الدول المتقدمة الوعي الثقافي والطبي والنفسي بالمواضيع هذه بيشخص الحالة بسرعة، بمعنى إنه الفرد اللي متعرض
لاعراض الاكتئاب بيلجا بنفسه للمساعده، وهذا عامل محور قوي جدا في التدخل. لكن في مجتمعنا الفلسطيني لا زالت هناك بعض المخاوف من التردد على الاخصائيين النفسيين، فبالتالي يزيد من تفاقم الحاله ومن توسعها، وقد تؤدي في مراحل متقدمه لمشاعر بانهاء الحياه. في الدول المتقدمه يلجأوا اكثر للدعم الاسري، يعني عمليه التدخل العلاج للاكتئاب عن طريق اول شيء العقاقير وجلسات الاخصائي النفسي، ولكن الدعم الاسري مهم جدا، فبالتالي يقوموا بتوعيه الاهالي لخطوره هذا المرض مسبقا. التوعية والتثقيف في هذا المجال يحد من تفاقم المشكلة عند الأفراد، فبالتالي كل ما زاد نسبة الوعي العلمي والثقافي والمعرفي في أي شيء، كل ما حد من وجود اللي هي المضاعفات السلبية أو المشكلات الجانبية الناتجة عنه. لازلنا في مجتمعاتنا ينقصنا وعي كبير بالأمراض النفسية. في الدول الأجنبية يؤخذ هذا بعين الاعتبار، الدول المتقدمة، فبيكون في برامج مبنية بالدرجة الأولى على التدخل الاجتماعي والتدخل النفسي والعقاقير الطبية. في مجتمع غزة الوصمة النفسية لها داعي كبير على أنه ما بحبوا يروحوا على الأخصائيين، فبالتالي ممكن هذا يأثر سلبا على المريض وعلى المحيطين فيه، ويوصل لدرجة ما بينفعش فيها التراجع، اللي هي ممكن تؤدي للانتحار أو للإدمان. النتائج هي الكلمة الأخطر بالموضوع. لما درس المختصون إلى أين يمكن أن يودي الاكتئاب بصاحبه، توصلوا إلى ثلاث نتائج حقيقية موجودة في مجتمعنا ولا سيما في غزة. غزة المحاصرة المدمرة التي تراوح مكانها منذ الانقسام، بل وتزداد الأوضاع فيها سوءا. الهجرة، الانتحار، الإدمان. اللي بده يرتاح يرحل أو يموت أو يغيب عن الحياة ثم يموت. التفكير للذهاب لخارج الهجرة أو فقدانهم الأمل واللجوء للانتحار هو عدم وجود فرص عمل، وعدم شعورهم بوجود أفق أو أمل لحل المشاكل اللي بنعانيها، وأبرزها الانقسام الفلسطيني اللي هو المسبب الرئيسي لكل الأزمات السلبية اللي نحن بنعيشها. فمن يعني الأشياء اللي لازم كل المجتمع الفلسطيني بفصائله بأصحاب القرار يشتغلوا عليه هو إنهاء الانقسام. أكيد الحياة مسكرة في قطاع غزة عليه، ولابد أنه يهاجر يشوف مستقبله برا. هذا إشي طبيعي لشباب بغزة في حياة بائسة، يشوف مستقبله برا ويعيش ويكمل حياته، يبدأ من أول وجديد، إشي طبيعي. قضية الانتحار والإدمان وتوفر يعني المواد المدمنة هذا في قطاع غزة انتشرت بصورة كبيرة، هذا أول شيء. بتلاقي الشاب يعني بده يشتغل بعشرين شيكل 30 شيكل باليوم عشان يوفر الإدمان، عشان يخرج عن الواقع اللي هو عايش فيه. العوامل الاجتماعية التي يتعرض لها المواطن، سواء كانت عن طريق عدم توفر فرص العمل، عدم القدرة على الزواج، الإحساس بالفراغ، رفاق السوء، ظهور ظاهرة الاكتئاب، أو عند البعض قد يلجأ البعض منهم إلى الإدمان لتخفيف حدة الحزن اللي بتكون ناتجة عن الاكتئاب، فبيلجأ لمواد مخدرة تخفف من هذه مشاعر الحزن والتعاسة وعدم الاهتمام والحصول على نشوة مؤقتة. قصة مؤلمة أودت بحياة عدد من الشباب اللي حاولوا مغادرة غزة للبحث عن ذواتهم، عن مستقبلهم، عن آمالهم، وهو حق مشروع في ظل ما تعانيه غزة، في ظل ما تعانيه من ضغوط. ما الذي دفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، وماذا كان مصيرهم في طريقهم إلى المجهول؟ لم يبقى منهم سوى بضعة صور وبقايا ذكريات تؤنس محبيهم. ذهبت الأجساد والأرواح إلى حيث لا يدري أحد، لكن دقات قلوبهم
لا زالت تسمع من هنا، فهم في مشاعر أحبابهم وفي أحلامهم حاضرون. أنا قبل يمكن قبل أسبوع مرتين شفت أحمد ابني وأنا بحضن فيه، وشفت أحمد ابني جاي مفاجأة بدون إحنا ما نروح يعني نستقبله. شفته جاي على البيت هنا خاش، شفته في الحلم جاي خاش على البيت، ورايح أول حاجة رايح على أوعي غير. دائما بفكر فيه، دائما بدعي لربنا بيجيني في الحلم، الحمد لله بشوفه دائما في الحلم، بيجيني دائما في الحلم، لبس أبيض، مرة لبس بلوزة حمراء، بحكي معايا. طب أقول له إيش بدك تأكل؟ إيه يا حرام محمد بحبش أكل مثلا الطبيخ، رح أعمل له حاجة يحبها اللي بحبها في الحلم، بروح بعمل له زي ما بده. مرة جاني من طريق بعيدة، قال لي هيك طريق بعيدة بعيد كتير، ما بقول له هيك. لا ترحل شمر الكون دمع بينزل، لا ترحل لا تسأل تترك عمري عم يذبل، ولا تسأل لا تحكي نهدت ليلي عنك تحكي، لا تحكي ولا تبكي عمر سنين ودهر بيبكي، لا تبكي. 220 شخصا من الشباب والرجال والنساء والأطفال أيضا فقدوا في عرض اليم الكبير بعد أن حاولوا جاهدين الهجرة من غزة بحثا عن أماكن أخرى توفر لهم الأمن ولقمة العيش الكريمة حسب اعتقادهم، لكن مصيرهم كان غير ذلك تماما. الوضع الاقتصادي اللي بمر فيه قطاع غزة يعني هو كان سبب أساسي في إنه والدي يفكر في الهجرة. إحنا 4 طلاب جامعيين كنا، كل واحد منه بده رسوم دراسية فصلية يعني، وراتب والدي لا يعني لا يتعدى 1500 شيكل يعني بياخده، فمش كانش حيكفي رسوم لأي حدا منا يعني، لواحد حتى مش حيكفي. فهذا كان سبب. السبب الثاني كان الانقسام، يعني انقسام بين حماس وفتح، يعني كانت كتير مشاكل برضه خلته يفكر في الهجرة. والحرب الأخيرة اللي صارت على قطاع غزة خلته إنه يعني مش ضامن لأولاده مستقبل إنه يعيشوا في هاي البلد، يعني بلد لا فيها وضع اقتصادي منيح ولا فيها حياة كريمة ولا فيها يعني معيشة إنه مستقبلية إنه الإنسان يضمنها يعني. والله حكوله ابنك للصغير، ابنك للصغير لو أخذته بتطلع لك الإقامة بسرعة، وبتقدر تجيب عيالك وأولادك هناك. والولد هو الصغير كمان كان يعني متعلق في أبوه كتير، فضل الولد يعيط لا أنا بدي أروح مع بابا، أنا بدي أروح مع بابا، فتمسك يعني في أبوه كتير وأخذوا أبوه معه. كان أصعب يوم في حياته هو طلع برا، وأنا حسيت حاجة من قلبي اتشلعت، حسيت قلبي اتشال برا، بدي أطلع لجوزي برا أقول له هات رائد رجع لي إياه، فما حبيتش، قلت يعني هي خايفة على ابنها ومش خايفة عليا. أصغر واحد في البيت وأصلاً هو فرحة البيت، يعني كيف بديش أخاف عليه؟ إذا من يوم ما هو سافر وهي الفرحة ناقصة من بيوتنا، لأنه هو لعبة البيت تعتبر يعني عنا. أكيد أصلاً كل الدلائل بتأكد إنهم هم عايشين وموجودين. الفهد بقيت وحيدة في هذا المنزل بعد أن هجره ابنها بحثا عن حياة أفضل كما كان يتوقع، وفرصة علاج من إصابات متعددة تعرض لها خلال الحرب الأخيرة على غزة، وليلملم جراح 3 سنوات قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلية. أجا بدي يطلع، أجيت بدي أحضنه، لأنه بقول لي يما ما تحضنيش المرة هذه، يما كل مرة أنت بتودعيني وبرجع.
قلت له دير بالك يا احمد، اماني يما لما تيجي توصل يما طمني. قال لي ماشي. الحين سافر، كل يوم اتصل على ابوه اقول له ايش الحين سافر وراح على الاسكندريه، يعني اخر محطه قاعد فيها احمد كان في الاسكندريه، هناك متاجرين كل ليتهم اللي اجتمعوا مع بعض 220 واحد من قطاع غزه، يعني هذول اجتمعوا كل ليتهم بدهم يركبوا في سفينه واحده. اخر يوم كان يوم الجمعه، اتصل فيا احمد هيك مع المغرب، حكى لي قال لي يما سمعت صوت دوشه، يما قلت له ايش يا احمد ايش يما وبدك تطلع؟ قال لي يما هينا بدنا نركب في الباص. سمعت دوشه، انا ضجه هيك كثيره، صوت هيك قلبي وقع مني لما سمعت ايش في، قطع الارسال. بعدها ما سمعتش صوت دوشه. يعني فاجعة خبر السفينة، فاجعة، يعني قعدت أكثر من أسبوعين وأنا مرمية في الفراش، عايشة على المهدئات، عايشة على المحلول. يعني هذول 220 واحد طلعوا، والسفينة عليها كان 500 واحد، فلسطينيين، مصريين، سوريين، 500، يعني البحر بلع ال 500 مستحيل. ما بينش ولا إشي ولا أثر إلهم بين. لم تكن قضية السفينة التي كان على متنها المئات من الغزيين في 6 سبتمبر عام 2014 قضية عادية، بل كانت مأساة بدأت من تلك اللحظة ولا زالت تعذب مئات آخرين إلى اليوم، حتى يظهر في الأفق ما يكشف الخيط الأبيض من الأسود. الناس عندنا بدأت مخ صار في خلل، عندهم تحطموا، يعني في لهم أولاد، في لهم أطفال، في عائلات كاملة، الأب والأم والأولاد. بعدين نزيل 220 شخص، هذول عارف ايش 220 شخص من قطاع غزه؟ عدد هائل، مش واحد ولا اثنين، 220 شخص. هذول كمان كم سنه بيسووا بلد؟ لا يمكن السكوت عن هيك ملف. لا احنا عارفين ننام ولا نشتغل ولا ناكل ولا نشرب ولا نفكر، وحياتنا حزن وبكاء وعويل النساء. انا من خلال تلفزيون فلسطين بتمنى من سياده الرئيس عند عودته انه يشوف التقرير هذا ويعطي اوامره ويضغط ويحل هالملف هذا لرجال الإخوان في السلطة، وكلهم وطنيين ويشهد لهم. يعني ما أعتقد في واحد حيقصر، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي. بدون قرار سياسي لا يمكن حل الموضوع هذا. مصيران متناقضان لا ثالث لهما، إما أبيض أو أسود. فإن كانت بعض الأدلة تقول أنهم رحلوا ولن يعودوا، إلا أن القلوب والأحاسيس تؤكد أنهم لا زالوا بخير، وأنهم حتما سيطرقون الأبواب في أي لحظة. فلديهم أحباب هنا رحلوا عنهم ولم يرحلوا منهم. وعلشان الهجرة صارت صعبة بسبب الإغلاق، تركزت نتائج الاكتئاب في الإدمان والانتحار. إياك تفكر أن المثقفين والنخبة من أبناء البلد بغزة بعيدين عن هاي النتائج وليسوا جزءا من المأساة. اللي ما بيفكر مرتاح، واللي بيفكر أو حتى بيفهم الله يعينه. بده يكون مدمن لحتى يبطل يفكر ويبطل يفهم، لأنه حجم الضغوط أعلى بكتير من مستوى الثقافة والتقبل والكلام اللي بينفع في مثل هاي الأوقات. بعض الأفراد فعلا كانوا على درجة عالية من الثقافة والعلم ووقعوا في دائرة الإدمان، لكن ليش المدمنين المثقفين أو المثقفين يتعاطوا؟ مرتبط بدرجة الوعي. كيف الوعي؟ إنه وعي المثقفين بالوضع إذا كان سيء للأسوأ بيوقعهم في دائرة الاكتئاب، دائرة الحزن أو دائرة الإحباط، دائرة انعدام الأفق. فبالتالي هم بحاولوا انهم يجربوا بعض الاشياء الجديده اللي هي تخرجهم من هذا الروتين، لانه وعيهم زايد بالمحيط اللي حواليهم. يعني الشخص المثقف له فلسفته الخاصه، له شيء من المثاليه يعني بحاول يطبقها في حياته او في مجتمعه، فحينما يصدم في الواقع يقع في دائره الاحباط، دائره الحزن، دائره ان انا حاسس بالعجز ان انا اغير،
الواقع اللي انا عايش فيه، بالذات لو كان كمان مثلا عاطل عن العمل وعنده وقت فراغ كبير، هذا كله بكون سبب للاكتئاب. الاكتئاب هو برضه ممكن يؤدي للتعاطي وللادمان. تعاطي المخدرات والكحوليات وكافه انواع المسكرات بشكل عام بيظهر بالقطبين الاجتماعيين، القطب الافقر والقطب الاغنى. الافقر للهروب من هذا الواقع المرير اللي ممكن يكون محيط فيه، والاغنى لانه عنده كل اسباب السعاده فبحس بلحظات من الاحباط انه ما عنده هدف في حياته، عنده كل شيء، فبالتالي بيلجا لتجريب اشياء جديده، وبتكون متوفره عنده طبعا الماده والى اخره، فبيلجا لتجريب اشياء جديده عن طريق تعاطي بعض انواع المخدره والى اخره. أكيد إحنا مسلمين ونرفض الانتحار ونرفض كل ما هو مخالف لتعاليم ديننا الحنيف، ولكن عالجوا أسباب الانتحار قبل أن تعالجوا الانتحار نفسه كرد فعل عجز فاعله عن الصمود أمام الضغوط النفسية الثقيلة. عالجوا الاكتئاب، عالجوا الانقسام، وافتحوا مجالاً للحياة، للتنمية، للتقدم، لحل مشكلات البشر في غزة. في غزة هناك بشر. فيش شغل، فيش دخل، فيش حاجة له. الناس زهقت وطفشت بدها تطلع من البلد. وانا اول واحد لو صح اللي يفتح الماب الله اطلع. عندي اكتئاب كثير لانه الوضع الاقتصادي عندنا تعبان خالص. تعبان خالص، اليوم الشاب مش قادر يتجوز. البنات مش قادرة تتجوز. الشاب حتى لو بيتجوز كيف بيعيد لاسرته؟ يعني انا عندي شاب هاي وجوزته، جوزته عن طريق مؤسسه، المؤسسه هاي بدها تحبسه لانه مش قادر يدفع، كان متامل انه يتحسن الوضع ويشتغل، مش قادر يشتغل. لما شاب بده يتجوز او شاب بده مصاري او شاب بده يعيش حياته ومش لاقي شيء كان يصرفه، بده يسوي له جريمه عشان يا بده يسرق يا بده ينهب يا بده يقتل يا بده يحرق حاله. ولو في عندنا شغل وفي عندنا هذا ما حدش بيصير بالبلد. ان شاء الله الله بفرجها وبتفتح البلد، الكل بصير يشتغل، الكل بصير روح ويجي، لانه هيك الوضع بالمره، مش بس على الشباب، على كل شيء، في كل حاجه. يعني انا في غزه تعبان. خذوا بالكم جيدا انه حالات الانتحار في غزه لم تعد مجرد حالات، وهناك من ينتحر على السكت لانه ما معه حق الجنازه والكفن، وقد تصبح ظاهرة أو قد تكون أصبحت ظاهرة. الانتحار حتى وإن كان بشكل مفاجئ، بمعنى أنه الأهل ما انتبهوا أنه ممكن هذا الشخص ابنهم أنه ينتحر، لكن هو بدل على درجة حادة جدا من الاكتئاب. يعني قد تكون الأفكار موجودة عنده مسبقا لفترة طويلة من الزمن، وتم احتضان هذه الأفكار لحد ما خرجت للنور بالتطبيق الفعلي. عدد كبير من اللي بيهددوا بالانتحار وهم عندهم اكتئاب يقوموا فعلا بتنفيذ تهديداتهم. الاهل او معظم الناس ما بياخذوش هذا الشيء بعين الاعتبار، فبالتالي كل ما زادت نسبه الاكتئاب متوقع بالمقابل تزيد نسبه الادمان، نسبه الانتحار. من مظاهر الاكتئاب طبعا اللي هو لانه الانسان ينهي هذه الحياه والمعاناه، ويتساوى عنده الاحساس بالحياه والموت، بصير بالنسبه له عادي، فبيقدم على الانتحار. من هنا بنقدر نقول انه ظاهره الانتحار هي مرتبطه بالدرجه الاولى بالاكتئاب، والاكتئاب الحاد الذي لم يتم التدخل فيه بالوقت المناسب. الخلاصه ان الانقسام مصيبه المصائب وسبب كل نكبه وكل كارثه تعيشها غزه. عالجوا الانقسام، ستفتح الأبواب أمام الشباب والمجتمع، سيزهر الأمل بحياة أفضل ومستقبل أجمل. حينها فقط المدمنين راح يصحوا، والمنتحرين راح يندموا على ما فعلوا، والمهاجرين سيعودوا ليعيشوا في وطن واحد. عالجوا الانقسام، ينتهي الاكتئاب.